في ليلة الاحتفال ببطولة الدوري، الأهلي عالي العال، والأهلي مزاجه رايق قبل السوبر الإفريقي. الأهلي اليوم يبدع ويمتع في حضور 30 ألف مشجع. يحيى عطية الله يقدم أوراق اعتماده باتنين أسيست في الشوط الأول لرامي ربيعة، وفي الشوط الثاني لوسام أبو علي. رامي ربيعة يواصل مسلسل التهديف، و وسام أبو علي يعود مرة أخرى للتهديف بعد غيابه في المباراة الماضية. كل التوفيق للنادي الأهلي في المباريات القادمة. مبروك تأهل النادي الأهلي، مبروك فوز النادي الأهلي، مبروك الاحتفال ببطولة الدوري بحضور جماهير النادي الأهلي. الأهلي دائما رقم واحد، الأهلي دائما محط البطولات، محط الإنجازات. عندما تبحث عن البطولات ستجد النادي الأهلي على قائمة الباحثين، عندما ستبحث عن الانتصارات، عن الأرقام القياسية، ستجد النادي الأهلي دائما في أوائل منصات البحث عن كل الأرقام القياسية. إنه الأهلي رقم واحد في قارة أفريقيا والوطن العربي. مبروك للأهلي وجماهيره الدوري الـ44، مبروك التأهل في بطولة النادي الأهلي المحببة دوري أبطال أفريقيا.